ازيك يا عمر؟ معاكم يحيى. النهارده ولسه حالا دلوقتي خلصان مؤتمر WWDC، مؤتمر قبل للمطورين للاعلان عن السوفت ويرز الجديده، وتم الاعلان عن هاردوير جديد كمان. ده كان اهم اعلان، وهو الماك بوك اير الجديد واللي محطوط فيه شريحه M2 النكست جينيريشن من الابل سيليكون. حاجات كتير جدا اتقالت، مؤتمر طويل جدا، مؤتمر فوق الساعه ونص، الواحد فرهد وهو بيتفرج من كميه المعلومات. فخلينا نحاول نتكلم عن كل حاجه ونغطي كل اللي اتقال في المؤتمر، ولكن هنسخن ونشرب قهوه ونتكلم ونقول كل المعلومات بسرعه جدا. فهاتوا معايا قهوه عشان انا هشرب قهوه عشان نكون مركزين كلنا. يلا بينا. اول حاجه لازم تكون عارفها ان ده مؤتمر للمطورين، فدايما قبل في وسط المؤتمر عماله تخاطب المطورين، غير الاصدارات الجديده وغير التحديثات اللي في كل السوفت وير، هم كمان بيقدموا APIs وكيتس معموله عشان الديفلوبرز يمبلمنتوا هذه الفيتشرز جوه الابس بتاعهم ويستفيدوا بيها. وطبعا اول حاجه قبل اتكلمت عنها من السوفت ويرز دي، اول ما كريج نزل في الاسانسير جوه القوقعه الغريبه اللي هو داخل فيها دي، اول حاجه هي الاي او اس 16. اكبر واهم فيجوال تشينج او تغيير في اللوك والشكل العام للاي او اس هو اللوك سكرينز. بقى في سيمز لللوك سكرين، سيمز دي بتغير الفونتات والكالر فلترز بتاع الوول بيبر اللي انت حاططها، فكل حد ممكن يكون عنده اليونيك سيم بتاعه. وحصل رصه مختلفه لللوك سكرين، النوتيفيكيشنز بقى بتظهر تحت، وتحت الساعه فوق بقى موجود ويدجتس مصغره زي بالظبط الابل واتش. لما بتعمل ابل واتش فيس بتديك ويدجت صغيره مثلا للاكتيفيتي اب بتاعك او لاي حاجه تانية، وبتكون صغيره جدا. فدلوقتي في اللوك سكرين بقى في نفس الستايل من الويدجتس دي على تحت الساعه. ودلوقتي بقى عندك الاوبشن انك تضيف لوك سكرينز متعدده، واحده بصورك الشخصيه، واحده باي كلر وول بيبر. وفي ميزه مهمه جدا ان بسبب الديبس انفورميشن اللي موجوده في كل الصور بتاع الايفون، بيقدر يخبي عناصر اللوك سكرين زي الويدجتس المصغره دي او الساعه ورا عنصر في الصوره. يعني مثلا لو انت حاطط صورتك الشخصيه، ممكن يخبي اجزاء من المعلومات بتاع الويدجتس دي وراك. وبرده من الفلاتر ان هو ممكن يفصلك عن الباك جراوند، حتى لو انت مش مفصول او مش مصور بورتريه، فممكن يعمل الخلفيه معزوله او يعملها بالوان متعدده. وبرده ممكن تضيف ويزر لوك سكرين تبين احوال الطقس. انا في رايي اللوك سكرين التعديل اللي فيها ده اسوأ شيء فيه هو النوتيفيكيشنز بقت تحت، ده شيء سخيف جدا. اي نعم بقى فيه تراكنج لحاجات معينه، زي انك تقدر تتراك، يطلع لك ويدجت تراك مثلا الاوبر رايد، لو انت طالب اوبر ممكن يجيب لك التقدم بتاع الرحله تحت في الويدجت دي. ولكن فكره ان النوتيفيكيشنز تحت كده، الواحد متعود ان هو يبص في النص، فده ترتيب مش لطيف. ده غير ان ابل بوظت اصلا نظام النوتيفيكيشنز بموضوع السمري اللي قدموه السنه اللي فاتت، ان هو يعمل لك جروب للنوتيفيكيشنز اللي جايه لك في وقت معين او اللي جايه لك من تطبيقات معينه، فالنوتيفيكيشن سيستم بقى ملخبط قوي. احلى حاجه اضافت هي ميوزك بلاير، اللي دلوقتي ممكن تخليه فول سكرين من اللوك سكرين، تنط على طول الميوزك بلاير من اللوك سكرين. ومع الفوكس مودز اللي موجوده، اللي ممكن تشغل واحد بيرسونال فوكس مود او وورك فوكس مود اثناء شغلك او اثناء حياتك الشخصيه، كل واحد من دول ممكن يبقى ليه اللوك سكرين الخاصه بيه. والفوكس مودز كمان دلوقتي بقى بتشتغل مع السيستم ابس كلها زي الميل وسفاري واي مسج. وبما ان جبنا سيره اي مسج، فنتكلم عن الحاجه اللي قبل اتكلمت عنها على طول بعدها، هي اي مسج. اي مسج اللي بقى فيه فيتشرز كتير جدا، يعني متاخده كوبي من واتساب. تقدر تعمل اديت لاي مسج دلوقتي، تقدر تعمل اندو سند انك تمسح الرساله اللي انت بعتها يعني، وتقدر تعمل لمحادثات معينه انها انريد او انت لسه ما قريتهاش حتى لو كنت فتحتها. السنه اللي فاتت قبل قدمت حاجه اسمها شيرد ويز يو، والشير بلاي اللي بيخليك لما حد يبعت لك حاجه، الحاجه اللي هو بعتها لك دي تتحط في الاب المخصص ليها. يعني لو حد بعت لك صوره تبقى جايه لك على فوتوز ان انت حد بعت لك هذه الصوره. والشير بلاي اللي بيخليك تتفرج مع اصحابك او مع اي حد على محتوى على الانترنت من خلال ابل تي في مثلا او اي برنامج مشاهده تاني، وتتفرجوا مع بعض بفيس تايم كول. دلوقتي بقى في شورت كات انك تقدر وانت بتعمل شير من الشير منيو ان انت تنط على طول على الشير بلاي كول وتتفرجوا مع بعض على نفس الحاجه. طيب التحديث اللي بعده جاي في الفويس ديكتيشن، التعرف على الصوت، زي بالظبط الجوجل بيكس. اللي قبل بتقوله ان كل ده دلوقتي هم ضافوه، ولكن بيحصل اون ديفايس عشان البرايفسي والامان وما الى ذلك. الفويس ديكتيشن بيقدر يتعرف على الكلمات اللي انت بتقولها طبعا باللغه الانجليزيه. من اهم المزايا اللي فيه ان هو بيشتغل والكيبورد مفتوحه، يعني انت ممكن تتكلم وتقول حاجات للايفون ويكتبها قدامك، والكيبورد ما زالت مفتوحه، ممكن تعدل اللي الفويس ديكتيشن كتبه، وتقدر تسلكت تكست معين وتريبليسه بصوتك، تبدله بصوتك. بيقدر يتعرف على سكتاتك ويحط نقطه
او يحط علامه استفهام، وكمان يقدر يتعرف لو قلت له سمايل ايموجي يحط سمايل ايموجي. السيري شورت كاتس بقى بتدعم تطبيقات اكتر. ميزه اللايف تكست اللي اتقدمت السنه اللي فاتت واللي هي ميزه ممتازه جدا، بتخليك تقدر تسلكت اي تكست موجود في الصور اللي عندك، الصور اللي انت بصورها او اي صوره عامه من على الانترنت، تقدر تسلكت التكست ده تعمل له كوبي. الميزه دي بقت موجوده في الفيديو، لو انت بتتفرج على فيديو عملت له بوز تقدر تسلكت التكست اللي موجود في الفيديو، دي حاجه خطيره جدا. والتكست اللي انت بتسلكته ممكن تعمل بيه كويك اكشن، تعمل كول، تعمل حاجات كتير. واللايف تكست ده هو اي بي اي برده مفتوح للديفلوبرز عشان يقدروا يضيفوه في تطبيقاتهم. وكمثال على حاجة زي كده قبل قدمتها، وهو ان انت تقدر تسلكت سبجكت من الصورة، لان طبعا في ايمج ريكوجنيشن زي ما حكيت لكم قبل كده ان المعالج بيقدر يتعرف على العناصر اللي موجودة في الصورة، فهو يقدر يسلكت سبجكت من الصورة وانت تاخده وتعمل له كوبي في حتة تانية، مش مجرد التكست، انت ممكن تسلكت سبجكت. دي حصيلة تطويرات السنين السابقة في الذكاء الصناعي وفي الايمج ريكوجنيشن وفي الكاميرات عامة. قبل بعد كده انتقلت للكلام عن الابل وولت، ميزة المحفظة الذكية اللي بتخليك تدفع بكروتك من خلال الايفون، وكمان بتخليك تسجل كيز تانية زي مثلا أوضة فندق او مفتاح عربية ذكية. دلوقتي الكيس دي بقيت تقدر تشيرها مع اي حد. وكمان ابل باي دلوقتي في امريكا بس بقى بيدعم التاب تو باي اللي هي زي الكروت الوايرلس يعني. وبقى في انستولمنت بلان ابل هي اللي بتقدمها اسمها ابل باي ليتر. واضح ان عندهم ازمات ماليه برضو، عندهم فاليو امان، زي تقدر تقسم دفعات البيمنت بتاعك على اربع دفعات من غير برضو ولا انستولمنت ولا اي مقدمات ولا اي حاجه زي كده. وكل الانستولمنت بلانز اللي انت عاملها او الدفعات اللي عليك والفلوس اللي عليك ممكن تراقبها من خلال ابل باي اب. طبعا كل ده مش متوفر عندك. في عندك بقى التحديث اللي بعده في الابل مابس، تفاصيل اكتر في المابس عشان تقدر تنافس جوجل مابس. مفيش كلام كتير او ممكن يتقال عن الابل مابس. كريج انتقل من الكلام عن هذا الموضوع بانه رمى كرة السلة في الهواء كده ونزلت عادي في الهدف بكل سهولة عشان يتكلموا عن السبورتس. برنامج جديد اسمه ماي سبورتس بيخليك تتراك الفريق المفضل بتاعك، تعرف لايف ابديتس، وكل ده من خلال ويدجت على اللوك سكرين. تقدر تتابع من الاب ده اخبار الدوريات والهايلايت بتاع الماتشات اللي انت بتتفرج عليها. معرفش ده افيلابل لكل انواع الرياضات ولا لا، هو اللي كانوا بيوضحوه هو الرياضة كرة السلة، معرفش بقى كرة القدم مدعومة ولا لا. ولكن ما تقلقوش البرنامج مجاني ومتوفر في امريكا بس ويوكي وكندا، يعني ملوش الوطن العربي بره القصه دي. ميزه الفاميلي شيرنج اللي بتخليك تشترك في الابل ون وكل خدمات ابل وتشاركها مع خمس اشخاص من عيلتك. اضافت فيها ميزه الايدج ريستريكشن، يعني انت لو مشترك مثلا في ابل تي في ممكن تعمل ايدج ريستريكشن لو انت عندك طفل ومدخله في الفاميلي شيرنج، يقدر يتفرج ولكن على الحاجات اللي مناسبه لسنه. وتقدر تعمل بروفايل وبروفايل خاص كده لطفلك او لحد سنه صغير في الفاميلي شيرنج على الايباد، فيبقى ليه بروفايل مخصوص على الايباد ويبقى ليه سكرين تايم محدد، لما سكرين تايم ده يخلص الايباد يقفل في وشه. ويمكنك انك تزود له الوقت اللي هو بيستخدم فيه الايباد من خلال الايفون بتاعك، يعني انت تكنترول الايباد من بعيد. الابديت اللي بعد كده في برنامج الفوتوز، ودي حاجه مميزه جدا، اي كلاود شيرد فوتو لايبراري. الفوتو لايبراري تقدر تشيرها مع اشخاص من اختيارك حتى خمس اشخاص، دي حاجه ممتازه جدا وكانت موجوده في الابل فوتوز، ولكن المميز انها انتجريتد مع السيستم بتاع الايفون. يعني انت دلوقتي وانت بتصور صوره بموبايلك بالايفون بتاعك ممكن تختار ان الصوره دي تتشير على الشيرد لايبراري مباشره من الكاميرا اب، دي حاجه ممتازه جدا. وطبعا بتختار اللي تشيره بيزد عن على الاشخاص نفسهم او السينريز نفسها، يعني مثلا ممكن تقول انا هشير مع الشخص ده كل صور الغروب او كل صور الشخص ده او كل الصور اللي بتجمعني بالشخص ده. واحلى حاجه برضو من خلال الكاميرا اب ان هو بيقدر اوتوماتيك ديتكت ان الشخص ده هو اللي بيتصور، تمام؟ انت بتصور شخص ما معين، لو صورته الصورة تروح له هو مباشرة عشان انت قايد الفيتشر بتاع الفوتو شيرنج ده جوه الكاميرا اب. حاجة خرافية جدا بصراحة، مختلفة خالص على الموجودة على الجوجل فوتوز اللي لازم تختار كل حاجة مانوالي، لكن التانية دي شغالة اوتوماتيك. ميزة جديدة اضافوها للامان والصحة العامة هي السيفتي تشيك اللي بتساعدك انك تهرب من توكسيك ريليشن شيب بانها بتعمل ريسيت للبرايفسي انفورميشن والبريميشنز اللي انت مديها لابس معينة او لشخص معين ومشيرها مع شخص معين، زي مثلا اللوكيشن شيرنج. لو انت عامل لوكيشن شيرنج مع حد من حد انت في ريليشن شيب معاه وعايز تنهي ده، تقدر تعمل ده بالامرجنسي سيفتي تشيك.
طيب ننتقل بعد كده لبرنامج الهوم. حصل كولابريشن بين ابل وبين شركه اسمها ماتر عشان يقدر الابل هوم كيت تكونكت مع ديفايسز سمارت اكتر وبشكل امن. في لاي اوت جديد للتطبيق يخليك تقدر تكنترول وتكويك كنترول الاجهزه الذكيه اللي عندك في المنزل. واحلى حاجه فيه ان هو بيضيف الويدجتس المصغره دي على اللوك سكرين. طيب نيجي للاب اللي بعده وهو ابل كار بلاي، اللاي اوت بتاع الاي او اس اللي بيبقى موجود على عربيتك لما توصل عربيتك بالموبايل. الابل كار بلاي بصراحه ممتاز جدا، هو فعلا افضل سيستم ذكي للعربيات يعني، في غايه السهوله وفي غايه السرعه، واللاي اوت بتاعه شبه الايفون بالظبط فما بيلخبطش. ابل بتقول ان 80% من الناس لما بييجوا يختاروا عربيه جديده بيختاروها بناء على اذا كان فيها ابل كار بلاي ولا لا، بقت من محددات الشراء. ايه الجديد اللي فيه بقى؟ الجديد اللي فيه هو حاجه سنيك بيك، حاجه مش هنشوفها دلوقتي ولكن هتظهر لنا في المستقبل، وهي حاجه بصراحه مش طبيعيه. سيستم بالكامل انتجريتد مع عربيتك، كل بيانات عربيتك من ناحيه درجه حراره التكييف، كميه البنزين اللي عندك، سرعه العربيه اللي انت ماشي بيها، تقدر تشوف كل الحاجات دي وتتحكم فيها من خلال الابل كار بلاي، وتشوف ده على شاشة العدادات اللي بتبقى قدامك، بدل ما يبقى عندك عدادات عادية بتاع ار بي ام وبتاع سرعة، دي يعني بتتبدل بعدادات الابل كار بلاي اللي هي عبارة عن ويدجتس الكترونية، وممكن تغير شكلها بقى وتضيف ليها سيمز وبتاع، ولكن فكرة انها كونكتد بابل كار بلاي ده شيء عظيم جدا. ده متوفر فين بقى؟ ده متوفر في ولا حاجة، ده لسه هيبقى انتجريتد مع عربيات تنزل جديدة في المستقبل. وقبل ورونا بعض البراندات اللي كان منهم جاكوار، كان منهم اودي، مش فاكر ايه تاني، بس يعني مفيش منهم هيونداي. شوية حاجات تانية قبل اتكلمت عنها في الاي او اس وجروا فيها كده، عندك بيرسونال سبيشال اوديو، يعني ميزة السبيشال اوديو للصوت المحيطي ممكن تكستمايزها وتخليها اللي هو لا هاتهالي من الودن دي اكتر او من الودن دي اكتر كده يعني. كويك نوتس في الايفون اللي اتضافت في الايباد اللي بتجيبها من تحت بسرعة عشان تكتب اي حاجة بقت موجودة في الايفون. وبعد كده قبل انتقلت في كلام عن الواتش او اس 9 سوفت وير الساعة اللي ما اتضافش فيه حاجة كتير قوي مهمة، يعني هم شوية واتش فيسز جديدة، اهم واحدة فيهم لينا يعني في العالم العربي ان في اسلامك كالندر، يعني تقويم اسلامي يعرفك بالظبط مواعيد العطلات الرسميه بتاع الكالندر الاسلامي الهجري، وقياسات اكثر دقه للاكتيفيتيز بتاعك وبالاخص الرننج الجري، قياسات دقيقه جدا بقى لكل الحاجات اللي انت بتعملها اثناء جريك. وحاجه تانية اضافت هي في السليب وفي النوم ومراقبه النوم، تفاصيل اكتر شويه عن نومك، ودي حاجه اللي كانت مفتقده في الابل ووتش، انها ما تقدرش تعرف بالظبط انت نمت كام ساعه ديب سليب، كام ساعه كور سليب، مش عارف ايه، ده اتضاف دلوقتي. وكمان بيتعلموا من نومك عشان يفهموا اللي بيحصل للبشر اثناء نومهم، لان قبل بتقول ان دي حاجه لسه العلم ما اكتشفهاش قوي، فبيتعلموا من تفاصيل نومك بشكل امن برضو، قبل بتقول بشكل برايفت جدا عشان يفهموا البشر بيناموا ازاي وكده. وحاجة كمان جديدة اضافت ان هو بيراقب ضربات قلبك بشكل ادق دلوقتي، بما يجعلهم يقدروا يكتشفوا اذا كان في اختلال في ضربات القلب ولا لا، عشان لا قدر الله لو في احتمالية انك تصاب بجلطة او حاجة شبه كده. حاجة تانية اضافت هي ميديكيشن اب، يخليك تراقب ادويتك، لو بتاخد مثلا فيتامينات او بتاخد ادوية معينة تسجلها على الاب، هو يقول لك على معادها ويقول لك على خطورتها، الاعراض الجانبية بتاعها، حاجة كتير جدا، ويقدر ينبهك لتفاعلات الادوية اللي انت بتاخدها مع ادوية تانية انت بتاخدها عشان ما يحصلش لخبطة، لان بيقول لك ان في ناس كتير جدا بيصابوا بامراض بسبب هذه المشكلة، فانت بتسجله الادوية اللي عندك وهو يساعدك انك تاخد بالك من هذه النقطة. تقدر تسجله الادوية اللي عندك من خلال انك تسكان الدواء شخصيا بالايفون، يعني لو انت مش عارف اسمه ممكن تسكان الدواء بسهولة بالايفون. وهنا خلص الكلام عن الايفون وعن الاي او اس 16 وعن الابل ووتش، وجه الكلام بقى عن اهم حاجه واكتر حاجه اتقال فيها كلام مهم، وهي الماك. كالعاده قبل حاليا الماك هو اكتر منتج محمس عندهم، والانتقال من الانتل سيليكون او عامه الانتل سيستمز الى الابل سيليكون كان انتقال ناجح جدا ومبهر جدا وثوري جدا، وكل ده كان على الجينيريشن الاولاني الام 1 اللي فضل يتضاعف من ام 1 لام 1 برو لام 1 ماكس وبعد كده لام 1 الترا. ودلوقتي ابل بتقدم لنا الجينيريشن الجديد الام 2 اللي هو ما بيقدمش طفرات في الارقام قوي، لان احنا لسه شايفين الالترا ومنبهرين بارقامه، ولكن ده البيز، ده مجرد البيز، الام 2 ده هو البيز بس بتاع الجينيريشن الجديد ده، فلك ان تتخيل بقى المضاعفات بتاعه هتبقى عامله ازاي. الام 1 برو او الام 2 برو هيبقى عامل ازاي، الام 2 الترا هيبقى عامل ازاي، الام 2 كوادرو اللي هيعملوه في المستقبل او ايا كان اللي هيبقى اربع شرايح في بعض هيبقى عامل ازاي. الام 2 ده هو مبني على اركتكتشر هي 5 نانومتر برضو، ولكن هي احدث، بتقدر تعمل شويه حاجات اقوى
مش بنسبة كبيرة قوي من الإموان ولكنها أقوى. الشباية دي فيها 20 مليار ترانزستور. الميموري باندوس بتوصل ل 100 جيجا بت بير سكند. وأهم حاجة فيها أنها تقدر توصل ل 24 جيجا بايت رام. يونيفايد ميموري متشاركة بين السي بي يو والجي بي يو. والإموان الأولاني كان بيوصل ل 16 بس. طبعا هو السي بي يو مكون من 4 كورز efficient واربع كورز high performance زي اللي فات. والكورز دي اقوى شوية بنسبة 18% اقوى من الام 1. طبعا مش نسبة كبيرة قوي مقارنة، اصلا انت لما تفرج على ارقام الام 1 الترا في الايفنت اللي فات كنت تشوف بقى طفرات وارقام عجيبة، عمال تشوف 60 مليون% اكتر، فاهم؟ فلما تشوف دلوقتي 18 بقت 18 يعني مش حاجة. بس الاكيد طبعا قبل ما تفوتش فرصة انها تفليكس على الناس وتقولك ان الام 2 ده هو مرتين اقوى من 10 كور سي بي يو بتاع لابتوب ويندوز. ما اعرفش ال 10 كور سي بي يو اللي بيتكلموا عنه هو ايه بالظبط، ولكن اتوقع ان هو الاي 7 الاخير. الابل ام 2 مكون من 10 كور جي بي يو، وده 2 كورز ازيد من اللي قبله. اللي قبله كان 8 بس، وده اللي بيجعله 25% اقوى من الام 1. انا قلت لكم النسب مش اعلى حاجه، ولكن لما الشبايه دي بتاخد اعلى تبريد واعلى وطات هي محتاجاها بتقدر توصل ل 35% اقوى من الام 1 الاولاني. وطبعا قبل عشان تفليكس بتقول لك ان هو اقوى 2.3 في الجي بي يو من البي سي المنافس. كل ده وهو بيستخدم وطات اقل بكتير جدا، نفس النسب اللي قبل بتقعد تقولها كل مره، وهي صادقه جدا، ولكن الارقام بقت ايه، تحولت لحاجه meaningless كده ملهاش معنى. من الحاجات برضو اللي لازم تذكر في الام 2 ان هو فيه نيورال انجن قوي جدا، وهو اصلا يعني نيورال انجن ده غير الرو باور، فانت في حاجات مهمة جدا الام 1 اضافها وهي العمليات الذكية. العمليات الذكية اللي الماك ما كانش بيقدر يعملها ودلوقتي بقى بيقدر يعملها زي الايفون وزي الايباد. فالعمليات الذكية دي بتحتاج حاجة في الشباية اسمها نيورال انجن. نيورال انجن ده بقى 40% اسرع من الام 1، وكل ده بقى بيمكن هذه الشباية انها تكون قادرة تديكود 8K فيديوز بكودك HEVC او كودك ProRes، ودي حاجة في السابق ما كانتش possible، يعني كان بس 4K فيديوز. ومن اهم حاجات برضو اللي موجودة في الM2 ان هم اضافوا فيه ProRes decoder زي بالظبط اللي اضافوه في البرو الM1 Pro والM1 Max، اضافوه دلوقتي في الشباية اللي هي اقل واحدة الM2. كل ده مش مهم، اهم حاجة ان الشباية دي هتتحط في ايه. وعلى خطى الM1 الM2 بيعيش في احشاء نفس الجهازين اللي عاش فيهم الام 1 وهم الماك بوك اير والماك بوك برو 13 بوصة. ولكن انسوا ال 13 بوصة، احنا جايين دلوقتي نتكلم عن الماك بوك اير الجديد، ريديزاين بالكامل للماك بوك اير بالوان متعدده، سيلفر، سبيس جراي، جولد بهتان قوي، شامبين جولد كده، واحلى لون الميد نايت بلو تقريبا، بلو غامق كده بيفكرني كان اسمه ايه الازرق بتاع الايفون 12، باسيفيك بلو، الباسيفيك بلو بتاع الايفون 12، لون تحفه. ولكن بعيدا عن الالوان، الهيكل بتاع الماك بوك اير اتغير تماما، ما عادش فيه الشطفه والسحبه بتاع الماك بوك اير اللي هو تخين من حته ورفعه من حته، لا بقى كله سوليد بيس كده زي الايباد وزي الماك بوك برو 14 وال16، نفس الهيكل المربع ده ونفس الريديزاين بتاع كل منتجات ابل دلوقتي كلها بقت واخده الهيكل المربع. الماك بوك اير ده هو منتج ثوري، يعني هو اكتر لابتوب مبيعا عند ابل. الام 1 اللي فات كان اكتر لابتوب مبيعا عند ابل، انا اعرف ناس كتير قوي اشترته. فالريديزاين ده اكيد اكيد هيكون انجح بكتير لانه اول ريديزاين للماك بوك اير من سنين، وما زال بيحافظ على اسم الاير، بيجي بسمك رفاع جدا 11.3 ملي. وكمان اللابتوب ده اكيد هيبقى ناجح جدا بسبب عوده الماك سيف الشاحن الممغنط. وطبعا الحاجه اللي لازم تتحط في هذا اللابتوب عشان يماتش العيله ويبقى جزء من السيستم وهي النوتش. الشاشه حوافها قلت من جميع النواحي وبقت اكبر في الحجم، بقت 13.6 انش ولكنها بقت بنوتش. النوتش اللي تحتوي على الويب كام الجديده ال 1080p، ودي حاجه ممتازه جدا انهم اضافوا الويب كام الكويسه دي في هذا اللابتوب. شاشه 10 بت بتدعم 1 مليار لون وبتوصل لسطوع 500 نتس، وسبيكر سيستم جديد مكون من 4 سبيكرز بتدعم طبعا السبيشال اوديو، وانا متحمس جدا اشوف ازاي في الجسم الرفيع ده هيعرفوا يحطوا سبيكرز احسن من اللي فاتت اللي هي اوريدي كانت ممتازه جدا. طبعا عندك الماجيك كيبورد اللي ما عادش فيها اي مشاكل وانتجريتد فيها طبعا التاتش اي دي. وبسبب وجود الام 2 هيقدر هذا اللابتوب يبقى 40% اسرع من الام 1 ماك بوك اير اللي فات. وطبعا هو مازال فانلس ديزاين بدون اي مراوح بدون اي تبريد بدون اي حاجه، لانه هو معمول للدي تو دي تاسكس مش معمول للبروفيشنال ورك، ولكنه يقدر يهندل بروفيشنال ورك، يقدر يمنتج 40% اسرع من
الام 1 ماك بوك اير اللي كان اوريدي قوي جدا. لو انتم مش عارفين كان في فيديو عملته عن الماك بوك اير، كان في فيديو تفصيلي عملته عن الام 1 ماك بوك اير، وكنت وريتكم قد ايه بيقدر يمنتج عادي، بيقدر يعمل كل حاجه. له ليميتس وله حدود، ولكن دلوقتي الجديد ده بقى 40% اقوى، وطبعا ما زال هيتميز بالبطاريه العملاقه اللي بتخليك تتفرج على فيديوهات لمده 18 ساعة بلاي باك، وبيجي معاه شاحن جديد، شاحن كومباكت كده وصغير بيدعم الشحن السريع، ولكن فيه منفذين يو اس بي سي، فممكن تشحن ماك بتاعك وتشحن الايفون في نفس الوقت. طبعا شحن سريع 50% في نص ساعة. وطبعا زي ما قلت لكم الام 2 بتتحط في لابتوب تاني، هو الماك بوك برو ال 13 اللي ما اتعملوش اي ريديزاين، ما زال زي ما هو، هو الام 1 ماك بوك برو ال 13 بس اتحط فيه الام 2. انا مش فاهم ايه لازمة اللابتوب ده دلوقتي، انا شايف ان المفروض يتمسح من الوجود، والماك بوك برو 14 يرخص شويه، فهو موقعه غريب جدا. هو اي نعم ارخص من البرو ال 14 اللي هو بتعمل له ريديزاين اللي فيه الام 1 برو والام 1 ماكس، بس هو في سعر منطقي ولكنه في وضع اوكورد كده، بريديزاين بديزاين قديم. انا ايه اللي خلاني اشتري حاجه زي كده بديزاين قديم؟ انا مش فاهم. بس طبعا يفرق عن الماك بوك اير ان في اكتف كولينج، في مراوح وتبريد، فهتقدر تمص من الام 2 طاقه اكتر من كده، وهو اللي يقدر يدعم ال 24 جيجا بايت رام دول، وطبعا بيدعم بطاريه اكبر، بطاريه بتعيش 20 ساعه بلاي باك. طيب اسعارهم بقى، الاير هيبقى ب 1199 دولار، يعني 1200 دولار، البرو هيبقى ب 1300 دولار، والاير القديم الام 1 اير مش هيختفي، هيفضل موجود وهيتباع ب 1000 دولار. الاير القديم اصلا كان بيوصل لاسعار ارخص من كده على امازون وعلى حاجات كتير، فلك ان تتخيل الاير القديم بالام 1 هيوصل لكام دلوقتي، واللي هو ستيل لابتوب كويس جدا على فكره. متحمس جدا اجرب الاير الجديد طبعا، فاعتقد ان ده من المنتجات اللي هجيبها واعمل لها فيديو، يعني منتجات الام 1 اللي انا مش عارف اجيبها. نيجي بقى للسوفت وير اللي على هذه الماكات، وهو الماك او اس اللي بقى باسم جديد، لان طبعا قبل ما تقدرش تفوت ماك او اس جديد من غير اسم جديد، وحوارات كتير عن التسميه، ومسمينه فينتورا على اسم ورود وظهور كاليفورنيا، ولا ما تفهمش هما بيعملوا ايه. طيب ايه المزايا الجديده اللي ضافت ماك او اس؟ عندك حاجه اسمها الستيج مانجر، وهو سيستم جديد لاداره النوافذ، بيرص لك النوافذ اللي انت فاتحها على الجنب كده عشان تقدر تتنقل بينهم بسهوله، وتقدر تعمل جروب للنوافذ زي الايباد، يعني نفس فكره جروبنج النوافذ بتاع الايباد، انك تحط تطبيقين مع بعض مثلا. هو حقيقي السيستم ده على الماك انا مش فاهمه قوي، يعني قبل بتفترض ان احنا بنبقى فاتحين 600 نافذه عايمين على الشاشه، في حين ان معرفش ممكن في ناس بتعمل كده، ولكن انا اكتر استخدامي دايما على الماك هو ان انا فاتح الاب فول سكرين. فهو السيستم الجديد ده مش الميشن كنترول اللي بتخليك تفرد كل النوافذ قدامك، هو حاجه تانيه، هو النافذه اللي انت شغال فيها تبقى كبيره، وبقيه النوافذ مرميه على الجنب وظاهره قدامك تقدر تنط لها في اي وقت، فهي شيء منفصل عن البار اللي تحت اللي فيه الايقونات بس. هو سيستم انا مش شايفه مفيد في الماك، ولكن مفيد في حاجه تانية هنتكلم عنها كمان شويه. نيجي بقى للسبوت لايت سيرش، السيرش اللي بيخليك تعمل سيرش على اي حاجه سواء كانت على السيستم بتاعك او على الانترنت. دلوقتي السيستم ده هيبقى موجود بالظبط على الايفون، تقدر تنط له في اي وقت من خلال الدوتس بتاع الصفحات اللي تحت، تتك عليها توصلك لل سبوت لايت سيرش. في تحديث حصل للميل اب على الماك يخليك تعمل سيرش في الايميلات بتاعك، وبيديك اقتراحات للسيرش تيرمز اللي بتستخدمها. نفس الكلام ده موجود في الايباد وفي الايفون. في تحديث على متصفح سفاري اللي يعتبر اسرع متصفح في العالم طبقا لكلام ابل. التاب جروبس اللي قدموها قبل كده اللي بتخليك تجمع تابس مع بعض بقى دلوقتي ممكن تعمل لها شير مع حد. ولكن اهم حاجه حصلت في السفاري هي الباس كيز اللي هي بتبدل الباسوردات بالفينجر برينت بتاعك. في اشياء شبه كده شفناها ولكن بتبقى مخصصه لكل اب، يعني مثلا برنامج فوري باي بيخليك ان انت تلوج ان من غير باسورد بالفينجر برينت بتاعك. برامج باسورد مانجرز زي لاست باس بيعمل كده برضو سواء بالفينجر برينت او الفيس اي دي، ولكن دي حاجه هتبقى سيستم وايد شويه، هتبقى على كل اجهزه ابل وشيرد بين اجهزه ابل، وتخليك تلوج ان لاي موقع من الكمبيوتر بتاعك بالتاتش اي دي، وفي نفس الوقت تعمل ده بالفيس اي دي على الايفون، يعني مش محتاج كل مره تسجل ده، كل ده شيرد بين كل الاجهزه. فهي حاجه لطيفه جدا، ولكن ما نعرفش دي حاجه هتتنفذ امتى، يعني هما بيتكلموا عنها انا حاجه ان هو ان شاء الله في المستقبل هتبقى موجوده يعني. وبيتكلموا عنها برضو انها اكثر امانا من الباسوردات، لان دي معلومات مش بتغادر جهازك. الباسوردات هي بتبقى محفوظه في كلاود سيرفيس او محطوطه في حته معينه يعني، لكن معلومات التاتش اي دي والفيس اي دي هي حاجه على جهازك انت بس. والمميز في الموضوع انها يعني لو انت
مسجل باكونت مثلا بتاتش اي دي على ايفونك او بفيس اي دي على ايفونك وعايز تعمل لوج ان في جهاز تاني، تقدر تعمل ده من خلال الاندرويد او ويندوز او ان كان، انك تسكان الكيو ار كود اللي هيطلع لك وتعمل لوج ان بايفونك. طيب حاجه تانية قبل اتكلمت عنها وهي الجيمينج. جيمينج وابل حاجه غريبه جدا، ولكن ابل قررت انها تخش في الجيمينج، وده بسبب الابل سيليكون. ابل سيليكون هو اللي فتح لابل هذا المجال، هو اللي بيدي ابل القدره الكافيه انها تنافس في مجال الجيمينج. دلوقتي كل الجيمز وكل الجرافيكس عامه ليها انجن، الانجن اللي قبل بتستخدمه اسمه ميتال اي بي اي. في دلوقتي جينيريشن جديد من الميتال اي بي اي اسمه ميتال 3. الميتال اي بي اي بقى بيقدر يستفيد من قدرات الابل سيليكون ويقدر يسكيل من الابل سيليكونز اللي بقدرات مختلفه، من الام 1 للام 1 الترا، فهو يقدر يسكيل من القدرات الضعيفه للقدرات الكبيره. فانت لو طورت لعبه للام 1 وبتشتغل بقدرات معينه، اما تحطها على ام 1 الترا هتشتغل بقدرات اعلى وبجرافيكس احسن وبريزوليوشنز اعلى وبفريم ريتس اعلى. وهو ده اللي قبل بتطلق عليه النيو جينيريشن اوف جيمنج بالنسبه للماك. هيسرع الالعاب، هيسرع فتح الالعاب، هيزود الفريم ريتس، وهيشتغل على كل الاجهزه لان كل الاجهزه دلوقتي بتدعم الابل سيليكون. فاللي هيتطبق على الايفون هيتطبق على الماك ستوديو. وقبل حاولت تبين لنا ده وتبين لنا القدرات دي في لعبه جديده من العاب ريزيدنت ايفل، اللي المطور بتاع اللعبه وقف يتكلم بالصين كتير ويوضح ان اللعبه زي ما هتشتغل على ريزوليوشن 1080 بي على الماك بوك اير على قد قدراته، هتقدر نفس اللعبه دي تسكيل وتشتغل على الماك ستوديو بريزوليوشن 4K وبفريم ريت اعلى وبجرافيكس احسن. فيتشر اللي بعد كده كونتينيوتي، واهم حاجه فيه انك ممكن تستخدم، ودي حاجه ثوريه جدا، ممكن تستخدم الايفون بتاعك كويب كام للماك. فانت لو انت عندك ماك قديم بويب كام سيئه 720 اتش دي او مش بتشتغل كويس في اللو لايت، تقدر تستخدم ايفونك ان هو يبقى الويب كام ده، من خلال اكسسوري كمان معموله بالماك سيف كده مقابل هبيعها قريب، تخليك تكونكت الايفون باللابتوب، تسنده على اللابتوب كده بطريقه ما وتستخدمه كويب كام. واحلى حاجه بقى اضافوها وهي غالبا هتشتغل في فيس تايم، بس ان انت وانت بتعمل مكالمه فيديو مع حد من خلال استخدام الايفون كويب كام، ان هو بما انه فيه مالتيبل كاميرز، ف الكاميرا اللي هتسجل وشك اللي هتقدر تضيف بقى مؤثرات وبورتري افكت ولايت افكت وبتاع، الكاميرا اللي هتسجل وشك هتبقى شغاله ويشتغل معاها الكاميرا الالترا وايد، وتبقى بص على الديسك بتاعك وتشتغل كاوفر هيد كاميرا، وانت بتكلم حد يعمل سبليت سكرين كانها مالتي كاميرا، واحده بتسجل وشك وواحده بتسجل اللي بيحصل قدامك على الديسك. ده شيء ثوري جدا، بس انا مش قادر افهم ازاي الكاميرا الالترا وايد هتقدر تجيب الرينج ده كله من المشهد. يعني ازاي هتجيب الديسك فيو ده كاوفر هيد كاميرا من غير ما يبقى ديستورتد ومنبعج وممطوط وبتاع؟ انا مش عارف يعملوه ازاي، بس في الديمو اللي عملوه حاجه اسطوريه جدا بصراحه. بس طبعا بتشتغل في الفيس تايم، بس انت عايز تعمل بيها كده حاجه زي كده بالفيديو ريكوردنج ما اظنش انها ممكن. ننتقل بعد كده مع كريج بانتقالاته العجيبه الى الايباد او اس 16. كل مزايا الاي او اس اللي اتكلمنا عنها في اول فيديو انتقلت طبعا للايباد او اس. خلينا نتكلم على الحاجات الجديده المختلفه. ويزر اب جديد، برنامج للطقس، طريقه جديده للتعاون بينك وبين الناس اللي انت تختارهم في اداره فايلاتك. فانت دلوقتي لو شغال على فايل على البيجز او الابل نوتس او ان كان، ممكن تدعو حد انه ينضم اليك يكولابوريت معاك ويعمل اديت لايف معاك على هذا الفايل. ولو انتوا بينكوا عاملين جروب مسج على الاي مسج، بتقدر تتنقل بين المحادثه وبين الفايل اللي انتوا شغالين فيه في نفس الوقت. نفس الكلام بيطبق على سفاري، مش بس برامج تعديل الفايلات، لا سفاري كمان لو انتوا شغالين في بروجكت مع بعض ممكن كلكم تفتحوا تاب جروبس مع بعض، تفتحوا نفس التابس ونشوف كل واحد شغال على ايه بقى وبيبص على ايه وبايقونات كده في التابس. كل ده بيطبق على الايباد وعلى الايفون وعلى الماك كمان. وقبل ورتنا سنيك بيك لده ممكن يتطور لايه في المستقبل من خلال ميزه اسمها الفري فورم، واللي بتخليك تبقى فاتح وايت بورد كده وكلكم بتشتركوا في هذه الوايت بورد وترسموا بالابل بنسل وتفرشوا افكاركم في هذه النوت. جيمنج على الايباد، ميتال 3 اللي اتكلمنا عنه في الماك هينتقل برضو للايباد، ندعوه على الايباد لان الايباد فيه ام 1، يقدر يعمل حاجات زي انه يداونلود تحديثات اللعبه في الباك جراوند وانت اثناء ما انت بتلعب، وتقدر تعمل شير بلاي ما بينك وما بين حد تاني في اللعبه تلعبوا مع بعض يعني، وده برضو بيشتغل على الايفون وعلى الماك. واهم حاجه بقى اضافت في هذا الايباد هو الديسكتوب كلاس ابديتس، حاجات تجعل من الايباد زي الديسكتوب بالظبط او تقربنا لهذه الفيجن. يعني من اوائل هذه الحاجات هي الفايل اب اللي بقى
بيدعم اكستنشنز اكتر، بيخليك تغير الاكستنشنز بتاع الملفات. وقبل ما غصتش قوي في برنامج الفايلز ده، ولكن ده من اهم التحديثات اللي كان المفروض يتكلموا عنها يعني، فدي حاجه محتاجه تنتقل للتجربه عشان نشوفها، حاجه تبقى تحت التجربه يعني. ولكن الحاجات برضو الديسكتوب كلاس جدا، وهي الريفرنس مود. الايباد برو هو من اوائل الشاشات اللي تقدم فيها ميزه البرو اكس دي ار ديسبلاي، او ميزه الاتش دي ار فيديوز عامه، انها شاشه اتش دي ار، شاشه ميني ال اي دي، فبتقدر الديمينج زونز بتاعها كتير، فتقدر توصل لدرجات صوته عاليه في البيك برايتنس ل 1600 نتس. فدي شاشه ممتازه جدا، الناس اشتكت انها مش قادره تستخدمها كريفرنس ديسبلاي، مش قادرين يعملوا لها سايد كار مع الماك ويشوفوا ال HDR كونتنت اللي على الجهاز بتاعهم الماك يشوفوه صح على الايباد برو. فدي حاجه دلوقتي اضافت، ان الايباد برو بقيت تقدر تستخدمه كريفرنس ديسبلاي. هل بقى هو كريفرنس ديسبلاي هيبقى هيدعم الكالر مودز بس ولا البرايتنس مودز كمان؟ يعني هيقدر يبقى اتش دي ار ديسبلاي ولا ريك 2020 ريك 709 الوان؟ يعني الموضوع كله له علاقه بالالوان في الريفرنسز، ولا لانه ما قالوا ريفرنس كولرز، ما جابوش سيره البرايتنس، فلا هيقدر تبقى شاشه اتش دي ار ولا لا؟ ده شيء مش عارف. الحاجه كمان مهمه جدا اللي اضافت، وهي الديسبلاي سكيلينج. بقيت تعمل دلوقتي للايباد ديسبلاي سكيلينج، فتقدر تحط كونتنت اكتر على الشاشه، بقيتش مجبر بحجم الفونتات وحجم الايقونات دي، لا ممكن كمان تصغرها عن كده. تقدر تضيف رام اكستنشن زي بتاع الاندرويد، تزود من الرام بالمساحه الداخليه في الايباد. ولكن اهم تغيير في شكل الايباد وفي طريقه النافيجيشن بين الابس واستخدامها هو الستيج مانجر، اللي اتكلمنا عنه في الماك ولكنه ما كانش مفيد في الماك قوي يعني، ولكنه حاجه عظيمه للايباد. معرفش ليه اتكلموا عنه في الماك الاول وبعد كده اتكلموا عنه في الايباد، ده شيء غريب يعني. الستيج مانجر ده بيمكنك انك لما تحط ويندو تحطها عايمه على شاشه الايباد وتعمل لها ريسايز، تمسك صبعك كده ادجست السايز بتاع الويندو. دي حاجه يعني ازاي ما كانتش موجوده على الايباد اصلا، لو انها موجوده دلوقتي ده شيء عظيم. اتمنى تكون بتدعم الابل بنسل، ما يكونش اللي هو لازم اعملها بصابعي، عشان في حاجات كده الابل بنسل ما بيعملهاش. فكره انك تادجست حجم الويندو وتصغرها وتكبرها كده وتشدها، خلاص يعني ده بيقرب الايباد اكتر لكونه كمبيوتر بجد. ومن الحاجات برضو الممتازه جدا انك تعمل اوفرلاب لويندو فوق الثانيه، دي حاجه كانت مش متاح، زي بالظبط نظام ويندوز ونظام ماك، انك تحط ويندو وفوقيها ويندو وفوقيها ويندو عادي، حتى 8 تطبيقات تعمل لهم اوفرلاب فوق بعضيهم. والاستديو مانجر ده بيمكنك انك تبقى شايف التطبيقات كلها على الجنب واضحه قدامك، ولو عامل جروب بين ابين برضو تبقى شايفهم على الجنب بدل ما تشوفهم تحت في البار اللي تحت. معرفش مدى سهولة استخدام ده على الايباد عاملة ازاي، دي حاجة محتاجة تجربة جدا بقى يعني، دي من اكتر الحاجات اللي محتاجة اجربها ومتحمس جدا ان اجربها يعني. وهنا نتكلم عن اخر حاجة اضافت في الايباد، وهي من احلى الحاجات ويعني حاجة عظيمة جدا قبل تقفل بيها يعني، وهي الايباد لما كنت بتوصله باكسترنال ديسبلاي كان بيعمل ميرور بس، يظهر لك نفس اللي على الايباد ده يظهر لك على الشاشه الخارجيه الاكسترنال اللي انت ركبتها، وكمان بيبقى بنفس ابعاد الايباد، فابعاد الايباد مربعه مش 16:9، فانت لو موصله بشاشه 16:9 هتبقى شايف بلاك بارز على الجناب، فاصبح شيء ملوش لازمه. دلوقتي لما توصل الايباد باكسترنال ديسبلاي هيبقى عندك اكسترنال ديسبلاي بجد بديسك توب مختلف، بتاخد طبعا السايز المناسب للشاشه اللي انت وصلتها، وبتقدر تشغل على هذه الشاشه حاجه مختلفه عن اللي موجوده على الايباد، فتبقى فاتح فايل ما على الايباد، وفي نفس الوقت على الشاشه دي فاتح فايل براوزر، ولا فاتح ويب براوزر، ولا فاتح اي حاجه تانية انت عايزها، ولا فاتح بسبب ميزه الستيج مانجر فاتح تطبيقات كتير عايمه، حتى 8 تطبيقات، تعمل دراج ودروب فايلات من الشاشه للايباد زي الماك بتاعك، زي ما توصل الماك بتاعك لشاشه خارجيه. في نفس الوقت اللي ابل بتطور فيه في الماك وبتخليه اقوى يوم بعد يوم، وبتخليه يعني يهزم كل اللابتوبس اللي في السوق، بالذات الماك بوكس، يعني الماك بوكس تهزم كل اللابتوبس في الباور والبرفورمانس بيروات والحاجات دي، ففي نفس الوقت بيطوروا في الايباد وبيخلوه ينافس الماك شخصيا. فيعني اللي ابل بتعمله في الماك بالذات وفي الايباد برضو حاجه مبهره جدا. وكانت دي اخر حاجه قبل اتكلمت عنها في هذا المؤتمر، من اكتر المؤتمرات دسامه شفتها في حياتي يعني، كميه النقط اللي انا كاتبها عشان اتكلم عنها في هذا الفيديو ما عرفتش اعمل لها كوبي من كبرها، اضطريت ان انا اعمل لها بي دي اف فايل كبير. ف
مؤتمر دسم جدا، من اهم الحاجات الماك بوك اير الجديد اللي انا متحمس اجربه جدا. قولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في المؤتمر، متحمسين ليه انكم تحدثوا موبايلكم للاي او اس 16؟ ما قالوش بشكل رسمي الاي او اس 16 هينزل على كل الاجهزه ولا لا، لغايه ال 6 اس ولا لا، المفروض تسويكه بتقول لغايه الايفون 7، فده ممكن نشوفه من الموقع دلوقتي. ف الاي او اس 16 هيبقى متوفر في الخريف، وكل السوفت ويرز دي هتبقى متوفره في الخريف بشكل رسمي، والبيتا هتبقى متوفره في الشهر الجاي شهر 7. فمتحمس جدا ان انا اجرب هذه السوفت ويرز. قولي كل ارائكم في الكومنتات تحت، ايه رايكم في المؤتمر وايه رايكم في التحديثات الجديده. شكرا لكم جدا على المشاهده، مش تعملوا لايك للفيديو، اعملوا سبسكرايب للقناه، شكرا الفيديو.